المجلة الخبرية الجديدة على قناتكم ميدي أن تيفي. روبورتاجات للقرب من كل المناطق المغربية. أخبار المغرب العربي الكبير وحوض البحر الأبيض المتوسط والأحداث الدولية. ضيوف ومحللون. شاشات تفاعلية. رصد للأحداث المحلية والدولية. أخبار عالم المال والأعمال. جديد الساحة الرياضية. لتسليط الضوء أكثر على الخبر المغربي والمغاربي والدولي. المجلة الخبرية الجديدة قريباً على قناة ميدي أن تيفي.